السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد اللقطه ديال اللحظات ديال التصويت. فكان التصويت من طبيعه الحال هو يامس نهار 5 في الشهر، هو النهايه. اليوم راه الاربعه ظهرت النتيجه من طبيعه الحال، والفوز هو دونالد ترامب. ولكن كان هناك تصويت مبكر تقريبا 20 يوم كيبدا قبل موعد الانتخابات باش الناس يمشيو على خاطرهم. كاين مراكز هكا مفتوحه، مدارس، كنائس، شي حوايج هكا كيمشيو يصوتوا فيهم. فهذا واحد النادي ديال الرياضه في جنب واشنطن حدا البوتوماك ريفر، يعني جنب النهر. فتما فين مشيت ودليت بالصوت ديالي. فيلا تشوفوا معايا هاد اللقطات ديال اللحظه يعني التصويت ملي كتدخل المكتب وداك الشيء. ويعني شوفوا معايا مباشره المكان كيفاش داير. هيا بينا. على ايين دابا انا نزلت من السياره وماشي لهذاك المكان ديال التصويت المبكر. هادي راه شي 10 ايام تقريبا، ما دركش نحط الفيديو سجلته. هنا كتشوفوا اللوحات معلقين باداب، ما كاينش الوراق كيتشتوا، داك الروينه ديال الجهلاء، الاف المؤلفه ديال الوراق كيوسخوا الدنيا. والسميه ديال هذا محطوطه هنا على اليمين، شوفوا معايا لافتات محطوطين. وملي كيساليو كيقلعوا دوك السليكات اللي مركوزين تما في الارض وكيلموهم حتى للمره الجايه وعاود كيستعملوهم، كيبدلوا غير السميات اللي كيتلصقوا تما. علين كيستقبلوك هادو. شوف هادو الزبانية ديال إما الحزب ديال الجمهوري ولا الديمقراطي، كيتلقاو لك كل واحد كيختار بنادم اللي وقف قدامك كتقول له ياسر أنا كدام رانا معاكم. صايم اللي كتمشي كتنتخب تاعنا اللي باغي كدير له خاطرو. على أي شديت من عند الورقة ديالو داك الشيء، فيها الشرح ونموذج ديال التصويت، فهمتي ولا؟ انا غادي داخل دابا لهذاك المقر. كما كتشوفوا الدنيا جميله ونظيفه مكيفه الى اخره. هذا هو المقر الانتخاب الداخل، التصويت المبكر على ايين. المهم دخلت كتعطي الدريفر ليسان ديالك والبطاقه ديالك. انا دابا صوتت وخرجت وانا ركبت في الطوموبيل وغادي وغندور دوره ثانيه هذا المكان. كما تشوفوا شوفوا السيارات كيفاش واقفين، ها الاشهارات ديال المنتخبون، البلديات، السيناتورات، المسؤولين الاخرين الى اخره. انا غادي بالسياره كما كتشوفوا، غادي ندوز من قدام داك المقر الانتخابي. هذا راه نادي ديال الرياضه، نادي ديال الرياضه كبير ضخم، وداروا فيه واحد الجناح تما فين يجيو يصوتوا الناس الى اخره. بالهداوه ما كاين لا صداع لا باق لا، يعني كشوف اللافتات محطوطين هنا، قرا وصوت عليهم ما بغيتي، ما كاين لا ورق كيتشتو ولا هم يحزنون. شوف كل شيء بالهدوء، كل شيء بالنظام والانتظام. شوف اللافتات مشهورين كما قلت لكم، وكيقلعوا دوك السلوكه عاود كيلصقوا فيهم اسماء جديده اللي غتكون في الانتخابات الجايه ولا الحملات اللي جايه. ما كاينش الكواغط كيتشيروا في الدنيا كما البلاد ديال الجهلاء على اين. شوف دائما شوفوا معايا النظام والانتظام والدنيا، ما كاين لا وسخ لا والو، كل شيء منظم ومنتظم كالمعتاد. ايوا حنا كمسلمين راه المفروض النظافة تنمي الايمان، ولكن مع شديد الاسف حنا ولينا كنمتازو ب باش سميها كيما بغيت. الوصف ديالنا راه غني عن التعبير. على اين فهمتي؟ على اين حنا عندنا واحد الصوره في القران سميتها صوره الصف. صوره الصف معناها خص النظام والصفوف. إن الله يحب الذين يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حنا كتمشي عند القزار على الخضار، شي كيشتف على شي، كل شي مادي يديه باغي يتسخر هو الأول، رغم أن راه باين اللي قدامك خاصو يعبر ويتسخر هو الأول. شوف النظام والانتظام. دابا ملي كتخرج وكطيش في الطريق وتبدا غادي صايق، ها الحالة اللي كتلقاها، يعني ملي كتخلص الضرائب ديالك أولا كتنتخب على هاد الناس باش يسيروا الشأن العام وداك الشي، راه الضرائب ما كيديهاش الرئيس ورباعته وجماعته ولا القبيله ديالو ولا الحزب ديالو، انما راه الدوله ككل هي اللي كتسير المسائل. علينا دابا حنا متجه للدخل ديال واشنطن كما كتشوفوا البلاكه الفوق. كتخرج كتلقى مره كيكون الترافيك زحامه هكا، يعني لان الدخله ديال واشنطن اللي هي كاينه قنطره، يعني الباتوماك ريفر اللي هو واحد الواد نهر كيفصل ما بين فيرجينيا وواشنطن.
شويه ديال الزحام ضروري منه. عليني شوفوا معايا البنيه التحتيه وداك الشيء كيفاش منظم، كيفاش والخبار في راسكم، والصوره غنيه عن التعبير. وهكذا اللي انا بالصوت ديالنا، وعلى اين اليوم راه نجح ترامب يعني وصحاب اليسار فشلوا، وهذا اللي كنا باغيين ان شاء الله الرحمن الرحيم.